نبدأ بسيدة خديجة من مدينة الدار البيضاء. حنان صباحك الخير، لاباس؟ رمضان مبارك، بصحة وسلامة وعافية. الله يبارك فيك عليك وللمستمعات كلهم، باش يعرفوا المستمعات خديجة أم نضال. أم نضال طبعا. أيه. مرحبا بك معنا ومدام، سمعنا صوتك معنا. ربي يخليك طول عمرك، بارك الله. مرحبا بك لالا خديجة، تفضل. شنو الوصفات أو الوصفة اللي تقترحي علينا؟ نبداوها بمن في رمضان غادي نعطيهم واحد الوصفه، يعني لي شوفون مالحين، غادي يكون واحد العجين اللي كيجي رائع جدا، وان شاء الله غادي يجربوه المستمعات وغادي يعجبهم بزاف ان شاء الله باذن الله. دونك عندنا في المقادير ديال العجين، عندنا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، عندنا 125 غرام ديال الزبده، عندنا الملح، وعندنا اللبن. هاد العجين كنجمعوه باللبن، دونك كناخذوا الدقيق وكنخلطوا مع الزبده وحنا والملح، وكنديروا بيدينا هكا بصبعنا حتى كيتخلطوا مزيان، وكنبداو نضيفوا في اللبن حتى كيتجمع لينا العجين. باللبن جديده هذه؟ باللبن. كيجي العجين ديالو رائع، كيجي بحال العجين المورق. دونك ملي كنجمعوا العجين ديالنا فما كيحتاجش بزاف ديال اللبن. ملي كنجمعوا العجين ديالنا كنرشوا شويه ديال الدقيق في الطاوله اللي خدامين فيها، وكنطلقوا العجين ديالنا مزيان وكنطويوها على ربعه، ثم كنغلفوا ببلاستيك غذائي كنحتفظوا به في الثلاجه الوقت اللي غادي نبغوا نستعملوه. فداك الطويه اللي كنطويوها على ربعه فاش يعني فاش كنصوب لي شوفون ديالنا كتجي بحال العجين ورق، كيجي على شكل ورقات. واكيد غادي تعاودي المقادير والطريقه ياك؟ بيان سور. تفضل. دونك عندنا في العجين عندنا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، 125 غرام ديال الزبده اللي تكون بحرارة المطبخ، الملح واللبن. فكنخلطوا الدقيق مع الزبده والملح مزيان حتى كيتخلطوا لينا، وكنبداو نضيفوا في اللبن شويه وحنا كنجمعوا العجين، يعني اللبن اللي يجمع لينا العجين. صافي. صافي كناخذوا العجين ديالنا كنطلقوه فوق الطاويله ديالنا مرشوشه بشويه ديال الدقيق، كنطلقوه مزيان وكنطويوه على ربعه، كنلفوا في بلاستيك غذائي وكنحتفظوا به في الثلاجه. ممكن المستمعات يوجدوه ويعني يديروا في كونجيلاتور، يعني بحال شكل العجين مورق الوقت اللي بغاتو كتجبدوا تخدم به. بالنسبه للحشوه ف يعني اللي بغات السيده يعني نديروهم بالطون، انا نعطيهم حنا ديال الكفته. عطيني اقتراح ديالك. داكوغ. بالكفته فكناخذوا واحد 200 غرام ديال الكفته، بصله، شويه ديال الفلفله حمراء مقطعه، زيت الزيتون، الملح، البزار، شويه ديال الخرقوم، كمون، شويه ديال التحميره، الهريسه، والجبن الاحمر محكوك. نعاود المقادير. تفضل. كفته تقريبا واحد 200 غرام حتى 250 غرام، واحد البصله توسطه، فلفله حمراء، زيت الزيتون، الملح، البزار، الخرقوم، الكمون، شويه ديال التحميره، الهريسه، وشويه ديال الجبن الاحمر محكوك. فكنقطعوا البصله ديالنا رقيقه مزيان، كنوضعوها على النار، كنبداو نحركوا فيها مع شويه ديال زيت الزيتون والملح والبزار حتى كتبان لينا، ثم كنزيدوا ذوك المكونات الاخرين اللي هي الفلفله الحمراء، الكفته، والتوابل الاخرى، والهريسه، وكنخلطوا الخليط ديالنا مزيان حتى كيتخلط لينا. كطيب لينا الكفته كنحيدوه من فوق البوطه، كنخليوه يبرد شويه، والوقت اللي كنحيدو عاد كنزيدو ليه داك الجبن الاحمر اللي حكينا. وكنخلطو المكونات كلشي مزيان. صافي كناخدو العجين ديالنا كنطلقوه بالمدلك مزيان، كنقطعو دوائر، وكنحطو شويه من الحشوه في الوسط، وكنقلبو العجين باش يعطينا شكل ديال الشوسو اللي كنثبتوها بفورشات اللي كنتكوها بفورشات. صافي كندهنوهم باصفر البيض اللي كنزيد ليه واحد جوج نقطات ديال الخل باش يحيد داك الريحه ديال البيض، وكنرشو البافو وكندخلهم الفران حتى كيطيبو. ما عندي ما يتسالك، اكيد غيجيو رائعين، شفتو هذيك العجين اللي اقترحتي. شفتو العجين، انا كناكد على العجين، اما الحشوه يعني ممكن جوا نقدروا نديروا اللي بغينا. فوالا. العجين رائع، وهذا العجين كنا نستعملو في حوايج اخرى، يعني بحال البيتزا كنضيفو ليه مثلا غير شويه ديال البزار، الزعتر، يعني شويه ديال المنسمات، ونستعمل في البيتزا، في يعني في مجموعه ديال المعجنات المالحه ممكن ندير. ما عندي ما يتسالك ام نضال، باقي لك واحد شويه ديال الوقت، ممكن تقترح علينا وصفه ثانيه؟ نعطيكم واحد الميلك تشيك ديال بالبنان. اييه. دونك عندنا نحتاجو سيتو ديال الحليب. غادي نحتاجو واحد البنانه اللي كنقطعوها وكنكونو واضعينها في مجمد. غادي نحتاجو واحد جوج معالق كبار ديال حليب مركز محلى. وغادي نحتاجو شويه ديال الشوكولا غير باش نزينو الكؤوس ديالنا، يعني غنصيفط لك الصور باش يكون الكاس. شكرا جزيلا. شكرا. دونك شويه ديال الشوكولا اسود اللي كنزينو به الكؤوس ديالنا، يعني كنحاولو اننا نزينو الكؤوس ديالنا بالشوكولا. فكناخدو داك السيترو ديال الحليب
النص ديالو كنديرو في داك المكعبات ديال الكونجيلاتور كنديرو فيهم الثلج فكنديرو داك النص كمية ديال الحليب في هذوك المكعبات وكندخلهم حتى هما يجمدوا ونص يعني 4 لتر الحليب اللي بقى لينا كيكون بارد خصو يكون بارد مزيان صافي ملي كيجمد لينا هذاك الحليب وكيكون عندنا البانه حتى هو اللي كنقطعنا من قبل كونجولي كنطحنوا كل شيء مع يعني في الخلاط الكهربائي وكنقدموا بالصحه وراحة وغيكون بارد ما عندي شكرا جزيلا لك ام نضال وصفات شهيه ومتميزه ان شاء الله باذن الله خلينا نسمعك معنا في حلقات مقبله غير كتعطينا لاباج ديالك شهيوات ام نضال بالعربيه ولا بالفرنسيه ولا سيت كوزين ام نضال بوان ام ا تبارك الله عليك رمضان مبارك صحة وسلامة والعافية إن شاء الله بإذن الله تحياتي لك مع السلامة.